أنا تحديت تونسية. المراهقة فترة صعيبة وفترة صعيبة برشا بالنسبة لبرشا توانسة. في حكاية تونسية جديدة حاضر معنا فنان نحبكم تصفقوا عليه. ويلكم برشا حس دي جي كوستا. مع التصفيقة نشوفوا الكليب نتاع دي جي كوستا. شوفهم قدامك وقت الناس تضرب في النوم، اللي يطلب في الفروج واللي بيعوا في المشموم. نغزر في اليومية وصلنا ل 2013، مازال عنا ولاد صغار ما تكتبش وما تقراش. كل يوم تشوفهم قدامك لكنك ما تعطي قيمة، مادام صغارك في دارك ما على بالك بالفروخ لتيمة. فروخ صغار مشهودة في عز القايلة، مفروض عليهم باعتهم كبير العائلة. اللي بيع في الورد واللي بيع في اللوز، واللي يطلب واللي بوه كره المرا باش تسخف بيه وتطلب. اللي عمره 6 و7 سنين في البيران يبيع شوية فول شوية كم، يشوف في عمره منه يضيع. اي قدش من فرق صغير في وجهه ضربوه، شرقوه اللي طامع في جهد وشدوا اختصبوه. شتحبو يطلع خويا قدوة كي يكبر لك انت بوه قضيت عليه، كيفاش تحبو يخسر لك. واللي علاش تجيبو فيهم اذا كان الحال ضعيف، تربي ولدك في الاخمج وتحبو يطلع لك تنظيف. هذي طفولة خويا مستقبل بلادي بشر، برشا جاهل برشا جرام خويا نيابو علينا مكشر. قدام فيترينا يتفرج في صباب كورة، يوصل في وجهه يشوف الطفولة المقهورة محصورة. صرخة تفزع الأموات خاطر حاله ضعيف يذيع ويأمن اللي حياته فات. وينو المسؤول؟ قل لي ويني ولاد البلاد، قل لي وينو هالقانون، قل لي يحمي هالفئات. خاطر ولادكم شبعانين نسيتوا الطفولة المحتاجة، باللي شديتوا الكراسي ما عطيتوهم حتى حاجة. نحكي معاك اللي تخدم ولدك كشنية عمره، فما اللي ما يجيبش صغار على خاطرهم يعطي عمره. تدمروا قصة عذابك توا تبدا، مادام كبرت ما عطيتش قيمة للكبدة. طفولة تبكي مستقبل البلاد يروح، مادام اللي باش يبنيها غدوة في المجهول مروح. مو عالطفولة في رقبتنا لازم حل، منحبش غدوة نشوف صغاري ملفوفين في الحافظ ذل. منحبش غدوة نشوف صغاري ملفوفين في الحافظ ذل. برافو ديجا على الكليب. وبخلاف القيمة الفنية فما برشا رسائل لهنا. ومن الرسائل اللي جلبت انتباهي في الكليب اللي عملته، كي ما كومش باش تتلهاو بهم علاش تجيبوا فيهم؟ معناتها خاطر يزينا فما برامج اخرى وبرامج سياسيه وكذا وكذا، باش نحكيو على الدوله والمؤسسات وكذا وكذا. اما يظهر لي انا وياك نتفقوا انه ما يندب لك كان ظفرك. صحيح هكا ولا لا؟ صحيح. والصغير هذاك هو كبتك، معناتها كي تجيب صغير راك انت مسؤول عليه. فريمون يعطيك صحة، خاطر يظهر لي حطيت معناتها باش نكونوا في صلب الموضوع. الكليب نتاعك فريمون حطنا في القالب في السوجي. فشكرا دي جي كوستا على الكليب. باهي توا نجيو قبل ما دي جي كوستا يولي دي جي كوستا كان اسمه مهدي. مهدي كيفاش كانت المراهقة نتاعك؟ اوه اوه المراهقة نتاعي فماش حاجة ما عملتهاش أنا. المراهقة نتاعي ممكن زاد ولد منوبة كوارجي كنت نكور نلعب في الهوند، قعدت برشا نلعب
13 14 سنين كاول مغروم بالموسيقى. ممكن هذيك الحاجه اللي جبدتني من الانحراف اللي منعتك ولكن زاد خذيت الانحراف بالخايب نتاعو معناتها خذيت منه خرجت منه الحاجات الباهيه فهمت معناتها اني خاطر انا كنت الكبير في الدار بابا متوفي عندي زوج خوات تحتي دونك الشيء اللي عملته انا قداش عمرك انا عمري 8 سنين معناتها توفى عام 89 الله يرحمه دونك خذيت الشيء اللي عملته انا خاطر قلت لك فماش حاجه ما عملتهاش معناتها كنت نعيش في حومه شعبيه انا الكبير امي شكون يصرف عليك؟ امي تخدم علينا ربي يفضلها فهمت توا في الانتريه كبرت كيفاش معناتها كنت انا الكبير امي معناتها كان عندها حل يا باش تسيبنا ثلاثه يا باش تمنع زوز وتسيب واحد فهمتني سيبتني انا بخاطر ما كنت اقوى منها ما كذبش معناتها عملت لي قلت لك ما فماش حاجه ما عملتهاش بعد الحمد لله وقفت معناتها كيف تقول ما فماش حاجه ما عملتهاش هما همش 5000 حاجه 5000 5000 حاجه 8000 حاجه الدخان كل شيء كل شيء كل شيء الدخان الخمر كل شيء المخدرات كل شيء اللي تصوروا في مخك كل عملت حاجات معناتها ما عرفتش انا شو عملت كل شيء كل شيء ليه كل شيء كل شيء متاع متاع عمارنا فهمتني حتى من السرقه وصل واحد سرق معناتها هو صغير معناتها مش سرقه متاع اكلي حاجه كبيره ولا حوانت ولا بتاع حكايات صغار معناتها بتاع فكيت كاسكيت لهذا ما عنديش صغير ناحيه مريول من الفستير كنا نكور بتاع حكايات فارغه لكن كمان تبقى سرقه وتبقى معناتها كان واحد يقول لك ان ميمتي حبتني راهي من العظيمه ردتني معناتها كي امه تراه سارق عظمه تقول له برمشي رجعها ما تقولوش هات نطيبوها فهمت دونك انا خذيت الحاجه هذيك باش منعت اخواتي معناتها كنت فاهم اخواتي ما ينجمش يبوجيو معايا اللغه اللي باش يحكي الكل راني نعرفها الكذبه اللي باش يطلعها نعرفها دونك الفرق بين اخواتك في العمر انت الكبير انا الكبير ومعهم 81 خويا الاخر معهم 83 معرس طالب صغار وفهمت والاخر من عام 87 معناتها بيناتنا 6 سنين بيناتك بيناتنا 6 سنين بيناتكم 6 سنين عندك انت دي جي كوستا اليوم للاسف الشديد جاي باش تحكي لنا على المراهقه الصعيبه اللي مر بها اخوك شنو اسمه كان؟ يوسف يوسف للاسف الشديد لازمنا نقولوا يوسف الله يرحمه الله يرحمه كيفاش كان في القرايه؟ كان مش متميز لكن قراي معناتها وصل خذا باك وعمل خذا الباك خذا الباك وعمل يقرا قرا في الفاك معناتها ثلاث سنين لا اعطينا في المراهقه نتاعو كيفاش كانت؟ كنت اني قلت لك عمل كيما صغار الكل معناتها في عمر ام لكن خذا اختار ثنيه الكلاس شويه نقول احنا ما عملش الفساد نتاع البات جام فهمني نقولوا احنا نتاع شراب ودرشني عمل لك نتاع سهريات ويمشي مع اصحابه ولبسه ومعناتها مشكلته كانت في كل صحيح في ساخر ويحب يخالط عباد اقوى منه وعباد بكرهبها وكورجيه معروفين وذوق اصحابي ونحب نسافر نطلع لفرنسا ونحب نمشي لتركيا ونحب حاجات انا ما كنتش نخمم فيهم اصلا كان نقولوا احنا طاير علينا احنا بينات خويا انا الكبير وخويا الاخر خويا 6 7 سنين اما صحيح اما طاير اما في التخمام مغروم بالكوره حتى الكوره هزيت وانا معايا معناتها كان يكور معايا فرد جمعيه وصلنا نكور فرد كيبا مع بعضنا الموسيقى كنت نهزه معايا معناتها خاطر نعرف انه خاطر انا عشت في منوبه ونعرف منوبه شنو دونك خويا كيما قلت لك كوارجي مغروم يمشي للفيراج يعمل مشاكل زاده يعملوا العركه يمشيوا يسهروا في البلايص اللي مش في حومتنا معناتها يمشيوا كما نقولوا احنا وقت تغرموا بالمنارات والنصر ويمشيوا لك الجو هذوك وبنات انا معناتها والطفل هذول اللي عمري 24 سنه تعرفت عليه هو عمره 13 سنه نحكي لك معناتها كبير بارابور لكن هما من اللي صغار من 12 سنه 11 سنه بتيت شويه راهو كمان اي بتيت نورمال قلقش ما انا قلت لك ما كنت مغروم معناتها لتوا ما زلت مخي موزيك حتى لتوا معناتها ما عنديش في اللي تحكي فيه انا اللي يجلب الانتباه واللي باش يستغربوا منه الساده المشاهدين كيفاش لازمهم يردوا بالهم على صغارهم خاطر بالحق هذه معناتها الحكايه اللي تحكي فيها حكايه يمكن نتاع فيلم معناتها حكايه نتاع فيلم على خاطر حكايه ديجا كتبها فيلم انا كاتب فيلم حكايه يوسف يرحمه معناتها بالحق حكايه نتاع فيلم فيلم معناتها احنا توا في البارتي نتاع الفيلم اللي وليد صغير ولد حومه شعبيه يحب يخالط يحب يطير يقول واحنا يحب يجنى يحب السهريات يحب يخالط العباد قاعد يتشعب يتعنكش باش يبدا مع فلان مع كراهب وكذا ومن بعديك 180 درجه تقلب قلبه واحده كيفاش صارت القلبه هذيك؟ والله القلبه معناتها كانت كما نقولوا احنا
عن طريق كيما الجماعة الكل يدخلوا له معناتها المدخل نتاعها انه انهيار عصبي وديبريسيون وعنده زوج صحاب توفاو معناتها عنده متوفاوش مع بعضهم بيناتهم ممكن شهرين ثلاثة أربعة توفاو باش واحد في البحر غرق قعد بريود يلوجوا فيه قعد وقت اللي يلقاو أخويا مع الجماعة اللي مشاو يلوجوا فيه خاطر وقت اللي يلوجوا الحماية المدنية أيست معناتها قالت لهم باش توخش في إيطاليا ولا فين خويا مشى مع الجماعة اللي قاعد ما أيسوش اللي خرجوه ماكلوا الحوت الكل منظر صاحبه كيفاش هو صاحبه مات غرق خاطر حرق ولا مات لا غرق مشى في البحر بلعوا البحر ما لقاوهوش قعدوا لوجوا الحماية المدنية ومن بعد أيسوا الحماية المدنية خويا وصحابه وعائلته قعدوا يلوجوا اللي لقاوه معناتها تصور انتشار ولا قداش ولا صاحبه كيما خوه معناتها في الدار ديما يقضي مع بعضهم يقراوا مع بعضهم يكوروا مع بعضهم معناتها حسها صدمة نقولوا احنا هذاك الشوك الأولاني هذيك الشوك الأولاني قعد شيك تخل بعض وبرتيوربيه معناتها تراهوج وتكمل يموت صاحبه الآخر اللي القضية الكبيرة نتاع باب الجزيرة الله يرحمه سيف اللي ضربوه وقت لحمت في باب الجزيرة بين جماعة جلمة وجماعة وسط البلاد كان ذكروها وقتها سيف ولد همتنا الله يرحمه ضربوه بسيف على راسه معناتها صاحبه زاد بالقدا فهمتني زاد وقتها سيف تسكر ما عادش فيها معناتها حس روحه انطوري بجو الناس اللي كانوا يخرجوا معاه خاطر هما كانوا سهاره زاد كيف هو يخرجوا معاه هما شلته معناتها قال له تليفون وينك ما عنديش تو يجهزها ولابسه من عندي او سبادري من عندي ياخذ تليفون معناتها كانوا الشله نتاعو فهمتني ماتوا زوز حس عليهم برشا يلقى ما لقاش كيفاش شكون يحيط بيه فهمتني وهو بطبيعته ما ماهوش ما كان نوع اللي يتكلم فهمتني يلقى روحه الليسيو الوحيده نتاعو كانت الجامعه مشى للجامعه فهمت قبل ما يمشي للجامعه لهنا يوسف بعد زوز صدمات كبار اللي صاروا له سامحني الصدمه اللي قبلها معناتها مش صدمه اللي انا قبله هو معناتها كنا نكوروا في جمعيه نتاع منوبه اللي كانت من اكثر جمعيات ليسونسي في الجمهوريه معناتها تحكي على الان مش عارف تفهم اي الاكثر جمعيه ليسونسي في الجمهوريه بعد الزيتونه معناتها فيها دي جوني تراني وتبارك الله معناتها مئات فهمتني جاءوا في ليله وضحاها قصوا تحلت الجمعيه معناتها احنا كنا انا واحد من الناس معناتها كيفاش كان وقتي نمشي قرايه شويه موزيكا واحد بعد نمشي نترينمو معناتها انا الوحيد ممكن جمهوريه تو شهيدي معلقين من ليكول للسينيور عمري ما غبت سيونس حتى كان مريض مغروم والسبوري منع بيان سور سبوري منع والجو نتاع الجمعيه والولاد اللي معاك يبداو نظاف وخرج مع عندك كومبيتيسيون باش يمشي تكور لازمك ما تسهرش برشا ومن بعد فرحه حتى كي تفرح مع اولاد الجمعيه مش الكلهم باش يبداو فيها في السيد معناتها باش نعملوا جو نظيف فهمتني دونك من حلت الجمعيه هذيك وقت لقى الفراغ معناتها احنا انا واحد من الناس وقت بطلت الكوره قعدت يجي ثلاثه ولا اربع سنين ساعتين من سبعه للتسعه ولا من السته للثمانيه مع ديما واقف فيهم بلوكي ما نعرفش روحي تتسكع في الحومه صح ما نعرفش استنست اللي ديما ذوك وقت انترينمون ما عادش نعرف شنو نعمل دونك تحلت الجمعيه ولا فما برشا فراغ صح اوقات فراغ دو شوك سكسيسيف على بعضهم زوز موتات مش نعين مش نعين بيان سور وواحد راه صاحبه اون ديكومبوزيسيون معناتها منظر فظيع ضربوا صاحبه الاخر مضروب بسيف فقلت انت هو من قبل كان يصلي ولا لا ما كانش يصلي ما كانش يصلي خويا سهار قلت لك تراه تقول ماهوش نقول له اخي تعيش معانا انت لاباس معناتها ما يلبسش الحاجه المضرحه ولا وما فماش بارفان وما فماش مونجيلا سيني وما فماش تليفون اخر موديل منين تجيب يخدم هو يدبر راسه ويقرا ويخدم يبيع الحوايج هكا الوسوس وندوز اللي مطيشين الكونترا ذوكم اللي يقولوا احنا يبيع للجماعه ويدبر راسه فهمت ما كانش حيره اش يقول لك راهم يطيروا بينا ما يحيروش في الفلوس تقول لي 500,000 600,000 خويا معناتها صغير عمره 16 سنه يمشي صيف الحمامات يكري هو واصحابه معناتها واني قلت لك يلوج في نديه يلوج في ند علاش قبيله يحكي ماهر يحكي على الضرب يضرب يلوج في الشخصيه ما يلقاهاش في كيما حب هو معناتها تو قدامه مش موجوده فركس فك الشخصيه علاش نحن معروفين في الحوم الشعبيه يقول لك يعشق الفصايل اشتر تونس تو تحكي الوقت مي قال واه فهمتها كيفيه ودرسني كلها تو تحكي كيك تمشي للاسواق تمشي للفريب تمشي الواحد لي جون الكل تحكي حسن سامانتا ومي قالوا فهمتني يحسك لي لغه نتاع ولاد بلاد وبقلبه صحيح ويتكلم بالقاء هذاك واش مرفوع عليه القلم هذاك ما بتحكيش معنا انت ودنا ناتي يتكلم بالقاء برا نحن لازم نقول قاعدين ما منش قاعدين برا قعد غادي يقول لك نحن قاعدين فهمتني
كانوا يلوجوا في الندية هذيك، علاش للي وصلوا يتقبحوا في كبير، يوصلوا ثلاثة صغار عمرهم 13 سنة يضربوا واحد عمره 45 سنة ويبدأوا يحكيوا فيها فرحانين، ما ترانا ضربناه هذاك ويكبر معاه الشيء، فهمتني؟ دونك كان أخويا لقى روحه وصل للوقت ما حبش خاطر ما ينجمش، مش جوك باش الظلام ونضرب روحي واحد نقرا في الفاكولتي وجال وشعري واقف وكشكول سالي وسبادري درشنية، دونك لقى الشخصية متاع المتزمتين والملتزمين دينيا اللي قالوا ويش أخوي أنت أنا عام هذي ممكن عام 2011 وقتها لحمت آخر مرة وقت توفى سيف الله يرحمه، معناتها لقى جميع اللي انت ما تلوش في شخصيه يا اخويا نحن نعطيك شخصيه، عطاه الشخصيه اللي يحب عليها هو، معناتها ولا اخويا اللي يحب عليه لقاه، معناتها اخويا في منوبه كيحوس مع زوز كمين. كيفاش زوز كمين سلفيين، مع انت اخويا انت سامي الفاري وما سامي الفاري تغلط مع اخويا تهبط لك زوز كمين بالسكاكن بالسيوف وبالكلاب اللي تحب انت، ولا باسمه اخويا يمشي بكتافه، معناتها الشخصيه اللي لوج عليها لقاه، هما مش هو مش عاطينه شخصيه، هما خلينه بالعاني باش يحتاج لهم، باش توصل انت سرتاني معناتها باش توصل تعمل ديوانه مع حومتك الكل وما تنجمش تحوس في حومتك كان بينا احنا نصرتان بينا احنا، معناتها يزموا معاه للديار ويخرجوا العباد من ديارهم راه معناتها مهدي انت معناتها كان عندك خو وتلقى روحك قدام شخص اخر كيفاش واخوك هذايا انا لا البريود هذيك مانيش في تونس معناتها في سوسه انا نعيش في سوسه نخدم في سوسه دونك ما كلمتكش هذيك المشكله هذيك المشكله انه تسمع يقول لك يقتل الغرزه يروح للدار خويا عاد جيل شعره وهو مش عادي عجب والله ويمشي كاور يمشي ترينا معناتها دخل الفك الجو هذاك شفت اللي صاير في الواحد معناتها اللي صاير دخل الفك الجو هذاك الكل ومازال شعره بالجيل بالزيل ولحيته بحجمه باش نوصل لك للوين البريود الاولانيه وقت اللي هكا يبدا يعمل لسه ما يظهرش يلبس لي جلباب لا شيء سروال وعادي وبلوزونتو وكوير وجو باهي وانت تقول خويا ربي هداه ولا يصلي انا من بعيد انا في سوسه ما امي انا امي قلت لك امك مرات شيء مش مصدقه امي معناتها انا يقول لك مثلا وصلت بريود جبدوا واحد من بلاصه دخلوا له لدار وجبدوه من داره ولد حومتنا مشكله خويا خوك مشى معناتها خويا هو خويا كيفاش بدا خويا عمل ديسانت متحاكم معناتها مشى وخرج واحد من داره هي كيفاش بدات مش مفسر لك علاش حس بالقوه خويا متعدي يلقى واحد عندنا واحد في حومتنا يبيع في الشراب باش يبيع في الشراب على روحه نعرفوه من اول الدنيا يبيع في الشراب مشى له خويا كي ولد حلال وحده زاده خويا صغير عمره 19 وقتها ولا 20 سنه والراجل عمره 60 سنه بولاده وقروهم وقولوا احنا مشى له وشد له الشراب نتاعه وكسر السيد الاخر مجرم هز السيف وضربه في راسه حلوا 8 غرز خويا يشهر معناتها اصحابه يحكوا لي فيها اللي راهو حاضرين خويا يشهر ويشخر والجموع اللي معاه يعملوا له شاهد راك شهيد هذايا من الاول كيفاش بديت مشاش يحكي لي سمعته اصحابه هذوما الكبارات اللي نقولوا احنا توا على اللي ما عادش فما منهم حتى واحد في تونس هكا اللي الصحاح اللي يخوفوا هذوك قال لهم كيفاش يوسف يتضرب اي اخوي لموا الكمين تلمت الكمين وجات سكرت منوب الكل سكروا السيد هذايا وين نجيبوه دخلوا له من الحمام باش يجبدوه معناتها كان ما هربوش ولاد الحومه كان باش يموت الراجل ويموت راه وما يكلمهم حتى لحاكم الحاكم بحث الحمام الحاكم مسكر بالمفتاح ومتخبي يتفرق من النقطه باش تفهم انت قوتهم راهم وصلوا بالحق وقت استفحلوا في البلاد 2011 2012 راهم مستفحلين في البلاد وما يلعبوا حتى حد فهمتني دونك حس روحه قوي حس انا كان وقتها كان وصلت حكيت معاه خاطر انا ما يوصلوليش راهم بعد وصلت لي الحكايه وقت اللي خويا طلع لسوريا انا وصلت الحكايه لكن انا من الاول خويا معناتها اللي نسال ويقول لي راهو خوك راهو عامل البتيت نطلب امي تقول لي فما شيء يقرا على روحه في الفاكولتي وكجاو بيه انت حاجه حسيتها معناتها ما جاش المخ يجمله انه خويا باش خاطر نعرف خويا ما يعملش هكاك تحاول تقلب مش 180 درجه تعجن معناتها مروحه ولا فهمتني تقلب بل في ويترينا راهو يمشي معناتها عامل صاله حديد كارين صاله قال لك الاختلاط بالاناث ودرشنيه لا يكريو صاله من نص الليل ما ساعتين يترينوا فيها وحدهم من نص الليل اي من نص الليل بيان سور ويمشي يكوروا ويتلموا يعملوا كالاعتكاف في المسجد يقعدوا بالعشر ايام 15 يوم كل معناتها ريت لهنا اللي تحكي فيه راه مهم على الاخر بيان سور مهم وكلامنا قياس مادام احنا موضوعنا اليوم المراهقين بالرغم اللي هي اشياء سلبيه للغايه
لكن القائحة خارقة للعادة. بيسير. معناتها كان وهو عنا مندوب الطفولة لهنا، معناتها كان المراهق تحيط به بالطريقة هذه، تتلاله بسبوره بجو تلو فالوغيز، معناتها تعطيه قيمة، تحسه اللي هو مهم، تعطيه أهداف، تعطيه حاجات تفهمه، هذه جي وهذه ما جيش، وتعطيه حاجات واضحة وكذا، ومن بعد نجم تعمل به اللي تحب، معناتها بلغة الحوار. وهم وهذا اللي تحكي عليه انت مش حوار، هذا حسب فهمت انا، سامحني، دمغجه ولا انا غلط؟ دمغجه بيان، هو بدات بالحوار وبعد ولات دمغجه. هما كحكاو ما عرفوا شنو يطالب. هو قال لك انا صايي اصحابي زوز ماتوا وانا نحس في روحي ما عادش الدنيا، ما عادش عندها قو، ما عادش عيني في القرايه، وما عادش عيني في الخدمه، وما عادش عيني في حتى شيء، والاخر راهو ماكلوا الحوت، والاخر مضروب في راسه، معناتها يكفن فيه هو، معناتها في وقت راسه محلول، معناتها صاحبه يقول لك ياكلوا مع بعضهم فرد صحن، يقول لك سي ايش اخويا، فهموا اللي هو عايش لحظه ضعف انه نتاع بداوا يجيوا، هاي اخويا اش قولك ان تجيب حذانا تو نفسروك، راك غلط انت في برشا حكايات، راك فما شكون وصلوا معناتها في دفينة بوه ما حضرش في دفينة بوه. بوه قال له ما كافر ما تدخلوش. كافر بوه؟ اي بوه كافر، مش بابا. لا لا فهمت. اي بوه كافر. بوه كافر. من هما اشترى اللي مشاو، ممكن 70% من اللي مشاو اشتراهم باش يرقوا على والديهم، معناتها يقول لك اللي يموت شهيد يشفع في 70 من الامه، معناتها هما ماشيين المحامين نتاعنا في الجنه، فهمت؟ دونك اللغه راهي قويه. سامحني السؤال اللي تسال، هما زوز اخوات وزوز ولاد. ثلاثة اخوات. انت على الاقل انت وهو يوسف الله يرحمه، وزوز اخوات وزوز ولاد. وزوز نفس المحيط الأسري، يعني البو متغيب من أعماركم صغار، وتقريبا نفس الإحاطة، نفس المحيط الأسري، شنو يخلي جي كوستا باللي عمل من بعد؟ هو كان يحكي على تجربته، معناها عمل كل شيء، من بعد في لحظة من اللحظات يعني أخذ طريق يعمل موسيقى، يعمل سبار، وما مشاش في التيار هذاك، شنو خلى يوسف؟ لأنه يوسف هو عنده هشاشة نفسية ربما أكثر من نجم نجاوبك انا، خاطر هو راهو يظهر لي اول مبدا اعطى الاجابه على اول مبدا يتكلم من الاول بكل، قال لك انا راهو كان مش الموزيكا، انا حسب رايي انا الموزيكا هي اللي منعت مهزله، والشوك بوست تروماتيك اللي تعرض له، الشوك اللي تعرض له يوسف ومارتين دو شوك، خاصه الانسان عزيز عليه قريب ليه، كيف غياب جي كوستا، غياب مهدي وقت اللي ربما كان في حاجه ليه، وقت انت ما كنتش في سوسه، كنتش بحذاء في منوبه، زاد كيف هالفارغ هذا كليك، هشاشه نفسيه ربما اللي عنده هو اقل من خوه، يعني ما عندوش شكل لا ريزيليونس اللي بنجم يقاوم بها كل اغراءات كما عاشها ماهر كهنا، يعني في الانحراف الاخر نتاع الادمان وغيره. سامحني نحب نرجع على جزئيه صغيره، ويمكن على التساؤل اللي سالته انت كونسيرنو، اللي تقول هما زوز اخوات وخارجين من نفس البيئه، علاش كل واحد فيهم كان عنده تصرف معين؟ كان نرجعوا شويه كيفاش بدا يحكي مهدي، راهو السن اللي فقد فيه مهدي بوه مش كيما اخوك، انت فقدته في عمر 7 سنوات، هو في عمر عامين، يعني فقد بوه في سن مبكر جدا، عامين ما يعرفوش، ما فماش الصورة متاع الأب اللي كبر عليها ونمي عليها، وانت أقرب إنسان كنت ليه، اللي يمكن حاول هو باش يلقى فيك الصورة الأبوية، ما كنتش تبعد عليه برشا بالأعوام، فهمت؟ ويمكن زادا في الفترة هذيك الأم زادا ما نساوش اللي هي معناها فقدت زوجها، يمكن كانت ما كانتش في حالة نفسية اللي تنجم تعطي الإحاطة الكافية لصغارها. لا هي توكل فينا في الخبز هذه مش وصلت الإحاطة. اكزاكتومون، دونك هذاك الكل كبر وفما تراكمات، على خاطر ما لازمناش ننساو اللي راهو المراهق وقت اللي يوصل المراهقة ما جاش وقتها مراهق، راهو جاي من مرحلة الطفولة، وشنو اللي صار وتعدى عليه في مرحلة الطفولة وباش وصل فترة المراهقة، مع التغيرات النفسية العميقة اللي يشهدها المراهق، ومع النزعة اللي تولي عنده يحب يتملص نوعا ما
من نماذج اللي كبر عليها ويحاول باش يلقى نماذج جديده في المحيط يسيدنتيفي ا دي موديل في المجتمع خارج الاطار العائلي تخليه يكون نوعا ما فيها شاشه وتخليه ينجم كما المره الاولى معناها شفناه اتجاه تبع هكا اشخاص يمكن يتقاسم معاهم نفس الاهتمامات من ناحيه موسيقى رياضه. دكتوره سؤال، انت تو قلت كلمه تخليه في وضعيه هشاشه، حتى لو فرضنا بين ظفرين مراهق جاي من بيئه نقولوا احنا عاديه بين ظفرين، خاطر كلمه نورمال عادي ما نعرفوش معناتها بالضبط، لما نقولوا نسبيا عاديه، هو المراهق بطبعه في وضعيه هشاشه من اي طبقه اجتماعيه كانت، وعنده امه وعنده ابوه ما عندوش كذا، هو بطبعه هي كالتغيرات اللي في بدنه والحاله اللي فيها ولي بولفيرسمون اللي قاعد يعيش فيها هذيك الكل هي تخليه دون سيتواسيون دو فولنيرابيليتي. تنجم تفسر للساده المشاهدين يمكن فما اللي ما يعرفوش، وانه بدنا عامل ثوره من داخل، معناتها شنو اللي يصير بالضبط في بدن المراهق؟ هي فما تغيرات جسديه، معناها الجسد نتاع الطفل اللي هو تربى عليها 10 سنوات يبدا يتغير، فما حاجات جديده باش تبدا تظهر على بدنه، من الاول يبدا مش فاهمها ويبدا ينتظر هالجسد هذايا اللي قاعد يتغير شنو بعد باش يصير له، تغيرات فيزيولوجيه معناها دي زورمون يسون سيكريتي في هاك الفتره هذيك اللي يكون شنو ينجر عليهم؟ اللي هل السيكريسيون دورمون جديده اللي ما كانتش عندهم شنو ينجر عنها؟ بيان سور معناها نحن نعرفوا لي سيكريسيون معناها لا سيكريسيون دي زورمون تخلي فما اون سيغتان امبولسيفيتي، تخلي فما معناها عصبيه، ليموسيون تاع الشخص تتبدل، معناها الحساسيه نتاعو تكون حساسيه مفرطه تاثر على سلوك وتاثر على لو كومبورتمون نتاعو. ويمكن هذا الوالدين لازمهم يفهموه، وهذا اللي لازم ياخذوا، يلزم الوالدين ياخذوا هذا بعين الاعتبار. راهو هو وقت اللي مثلا ينجم يتمرد عليك ولا ينجم يتصرف معاك بطريقه هكا يمكن انت ما تعجبكش، لازم صحيح يمكن تحاول باش تحط الحدود، مي لازم زادة تتفهم اللي راهو هذاك يكون عاده تحت تاثير معناها لو شونجمون هرمونال اللي قاعد يعيش ولو شونجمون فيزيولوجيك ولو شونجمون بسيكولوجيك. جي فتره معينه في العمر وهما يتفرجوا فينا الصغار ويتفرجوا فينا الوالدين، لا طاح لا دازوه، ولدك يولي يحكي معاك بالعشرة وافي، فهمتني ولا لا؟ هكا يا فلان ما شكون ما انا قلناها يلوش فينا الدايس، يلوش فينا الدايس، يلوش في شكون باش يتنافس شكون مع عشاش هذيك معناتها بيان سور الناس كل عشاش خاطر هو ديما يلغب يلوش في شكون باش يتنافس يحاول ديما ومن بعد يولي تحسه شاري شبوك هكا ولا لا؟ يتنافس يولي شاري شبوك وتحسه بالحق شاري شبوك من حيط، معناتها يحب جاي شاري عركه، معناتها هنا الوالدين نقولوا باهي معناتها مضطرب وهرمونات وكذا وكذا، اما يا ديلي معناتها شنو الحل؟ كيفاش لازم نتصرف؟ اللي انت تحكي عليهم ولا فسر له اللي انا فهمته، اما راهو ماهيش طريقه هذه باش تتعامل بها معايا. فهمتك شنو تحب انت تقصد؟ انت هات نتناقشوا في الموضوع اللي انت اللي نسميوه نحن لوبوزيسيون، يفا سوبوزي، ما نحبش ما نعملش الحاجه هذيك، لا انت تقول له الحاجه هذيك هو يقول لك لا، يفا سوبوزي، سي لوبوزيسيون. نحاول باش فوالا نحاول نقعد معاه ونحكي معاه، جو نيغوسي اوسي، نجم يعني نتناقش معاه وباهي، انا مثلا المره الاولى حبيت نجبره باش يعمل حاجه هو ما حبش، باهي نحاولوا نتناقشوا بينات بعضنا نلقاو حل وسط، اون بو افيك لا نيغوسيسيون معناها نوصلوا نتفاهموا. خاطر العلاقه فيها دي شونتاج، راهو ملي هو طفل صغير ملي يعمل كريز في جيون على موتور ولا كهرباء باش تشريها له، لين يولي ادوليسون يحب يعمل نيغوسياسيون باش يخرج يسهر. ونجيو لحاجه اخرى، معناتها لازم يشري شبوك ويزيد يسكر على روحه. تقولوا انتم الحوار والاحاطه، راهو هو صغير يفرض على خاطر عندنا مندوب الطفوله اللي هو زاد نفساني ساعه، معناتها باش دونك رايك انت في خاطر ليزي من شيره يولي شاري شبوك قلنا لطفوها، اما زاده يسكر على روحه، فبالتالي شنو هو الحل؟ هو هذه المشكل، هو مشكل عند الولي كيفاش يرجع الفعل تجاه وضعيه كبيره هذه، وقتاش يرجع الفعل؟ أي؟ هل في اللحظه هذيك وقت اللي لادوليسون وقت المراهق يعني كانت رده فعله تجاه الولي عنيفه شويه، فيها شويه تمرد، فيها شويه يلوج على الحدود بتاعه، فيها تمرد واضح، اي اسكو وقتها هو الولي لازم يرجع الفعل؟ اي مش وقتها،
كيفاش؟ انا الرأى مش وقتها، انا الرأى انه اذا كان مش تراجع الفعل يمكن يكون في لحظه غضب، في لحظه لا واعيه، انه كيفاش انا ابوه يجاوبني هكاك، كيفاش انا امه تجاوبني هكاك. اي صحيح الكلام هذا؟ لا صحيح. معناتها كيفاش انا اما اغلب الاولياء يقعوا في خطا، حاجات ملموسه، مش عم يتفرج فينا، حاجات ملموسه ملموسه. كيفاش انا ما احنا تو من شيره، خليني انا المواطن العادي نحكي وانت المختص تتكلم. بالحق المواطن العادي هكا ولا لا؟ احنا هذول الكل كيفاش ولدي يحكي معايا هكا؟ غالطه الفكره هذه؟ مش غالطه، ولكن مش تقع الولي مش يقع في خطا الكونفرونتاسيون. انا مش فيك شنو الحل؟ هو الولي هو الناضج، هو الولي هو اللي لازم يكون يعرف يعني الوضعيه الخصوصيه للطفل المراهق والمرحله العمريه. كان ينجم يخلي وقت اخر ويعاود يرجع يقول له راك انت مبكري كي جاوبتني راك غلط انك جاوبتني كاكا، راني انا ابوك، راني انا امك، المفروض ما تجاوبنيش بالطريقه هذيك. مهدي توا اخوك معناتها من اللي كان قلنا لباس وسهر وصاحب جو ويخرج وكذا وكذا، ولا متطرف، معناتها متطرف الى ابعد. نجاوبك انا على النقطه ذي مثلا الحدود. انا فقت بها من بعد كي جيت من سوسه وريته، خاطر تبدل كومبليتمون، لكن امي كل يوم يتبدل بشوي بشوي. الساعه في حوايج تبدل ولا لا؟ بيان سور تبدل. سي وقت اللي عمل الاعتكاف معناتها في المسجد، لا الاعتكاف الاخر في المسجد عملهم الكل، معناتها الوحده هذيك واللبسه الافغانيه واللحيه مسيبه والكل عملهم. فهم امي ما تنجمش تحس، خاطر كل يوم يزيد شويه، معناتها مشكله على بعض. وانا قعدت بريود مريتوش كي ريت شوك. ويمكن المشكله اللي امك قالت ولدي ربي هداه، يمكن من الاول تقبلتها بسبب كلاه بالحديث، كلاه بالكلام، راه ما فما شيء امي، راني عادي معناتها هاني معاك، هاني خاف ربي صحيت راني جست نصلي وكهو الدنيا فيها موت وصحب. يا كلاه بالكلام، هذوما عباد تقري فيهم في اللغه. يا اخي انت قاعد 15 يوم في الجامعه شو يعمل؟ ما يصليوش، راه اخر حاجه صلي، صليوا مع العباد. وكل واحد كله كما نقولوا احنا دروس في، حتى قلت لك البحث الامني يعطيه. انا اخويا معناتها كي مشى وجاء، ما انا انا فما حاجه سمعتها قبيله وفسرها لي. خوك مشى لسوريا، مشى لسوريا وجاء وعاود رجع. وعاود رجع. احكي لي ساعه كيفاش مشى اول مره لسوريا؟ مشى عن طريق اجونس دو فواياج نتاع تابع الدوله. مشى لتركيا معناتها؟ مشى لتركيا، تركيا تعدى انطاكيا تعدى ادلب ولا فين نسيت البلاصه، دخل سوريا معناتها. بعد بريود من الاول مشى مع جبهه النصر، موجودين يعني بخيوطهم بفلوسهم كل شيء، معناتها ما عنده حتى مشكله، باسبور نتاعو. معناتها اخوك ماديا كان عايش مفرهد معناتها بالخطوط هذوما نتاعو الجدد معناتها. بيان سور يخدم في حانوت تاع فريب ويخلص في خلاص نتاع بانكيج. فهمت. معناتها والفريب كان كوفرتور، معناتها خويا عمري ما الفريب اصلا ما فيه شيء باش يتباع، فهمتني. وخويا كل يوم يجي تاعب تدريب، والواحد يقول لك راه تعب نهز في السلعه ونهز في درجه. هو تدريب جمله معناها. بيان سور قلت لك كوفرتور، عاملين كوفرتور قويه، عباد قويين هذوما، معناتها اللي فما عباد تستبله فيهم وتقول لك هذاك المنظر هذاك هذا يطلع منه، معناتها تشوف دكاتره بركوا تحت، معناتها عباد دمغجت دكاتره دمغجت. دونك فسر لي مشى ورجع. مشى لسوريا كيفاش؟ كيفاش سبع شهور. هو كيف مشى؟ هل ترى انت حاولت تتصل بيه تكلمه؟ فما تليفونات اتصل بينا هو الاولاد، قراني وصلت لتركيا، نهار ثاني راني وصلت لسوريا، راني مسكر تليفون 20 يوم تدريب ومن بعد تو نعاود نكلمكم انا. صار قال لك جاب لك من الاخر اللي كنتي قال لك؟ مش لي انا ما كلمنيش انا من قبل الاخر، انا قال لامك 20 يوم تدريب وراو مش تكلم، مش نكلمك مره جايه، ولا انت مش تكلمني على النمر هذا او كاد يورجونس على الاخر. تقول لهم ابو نور التونسي راه منحونا الباسبورات وعطونا اسامي نتاع اسامي حركيه، فهمتني؟ راكي مش تكلم مره جايه، ما تقول لهمش يوسف راهم ما يعرفونيش، ابو نور التونسي، فهمتني؟ معناتها قعد بريود سبع شهور يتكلم مره في القداش هكا، يدبروا شي تليفون، فهمتني؟ تنظيم القاعده زواوله مش كيما داعش، خاطر بالواتساب داعش وجو الانترنت، فهمت؟ داعش بالواتساب؟ بيان سور بالحق. ولا واتساب يبعث تصاور ويبعث الفيديوهات ويبعث سيلفيات مع راس مقصوص، يعني مع سيلفي مع جو اخر. من داعش شو اسمه القاعدة كانت محثولة شوية، دونك يتكلموا بالتليفون، أنا راني وصلنا راهو سافار أنا لاباس كهو، بعد روح فهمتني، ظهر له باش يروح. لقى الشيء قال لك وقت اللي جا لهنا ولا شوف أي واحد بالله يقول لك حشاكم من الكلاب. هو باهي خليه يروح معناتها. قضية هي صارت في 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 في, في المروحة نتاعه وهرب وما روحش. قعد لهنا رجع يقرا، نحى اللحية
اي صوريته رجع لبسته معناتها رجع نتاع قبل رجع يخرج صحابه نتاع قبل ولا قاعد يصلي قاعد يصلي اما ايه؟ زايد لا يرجع يقرا تخليه في سنتر دابيل معناتها ما عندوش مشكله نتاع اختلاط ولا بنات كيما قبل وكل عاده قلت لك راه الدواش يقولهم الكلاب حاشي بعد وصلت معنا الامن ركز معنا معناتها عندنا امن نحن عنده تاخر في الـ في ما عندهم يحسش من الاول لازم يقعد بريود كيما اللي يضرب في صبعه صغير تقعد ساعه باش توصل له جيعه هو كيك معناتها كي خويا رجع يقرا ولا مريق له جو به وقتها ولا يزموا علينا فرقه الباتجي للدار حتى من طنجره يفركسوها لوبيا ولا مرمز ولا فهمتني يدخلوا لبيت النوم يدخلوا هزونا اورديناتورات نتاعنا لتو موجودين معناتها عندهم هما اللي يأيسنا حسبي الله ونعم الوكيل معناتها اورديناتورات نتاعي جدد نخدم بهم هزوهم هو يشدوه يهزوا الصباح مثلا قبل صلاه الفجر يسيبوا في المغرب هو ماشي يعرف وماشي يقرا ولا ماشي يخدم يطيشوا غاديك يستفز فيه استفزازات وصل امي مسكينه امراه كبيره جبد عليها فرد رئيس المركز ما تصور انت امراه كبيره دق الباب هي بلاش فولاره كي رات مش ولده مره شوي ما انت واحد مش من العيله ردت الباب باش تلبس فولارتها في بالها درا شنو صار يدزها هي والباب وجبد الفرد وعمل لك التكربيسه نتاع بروس ويليس فهمتني عملوا فينا اللي ما يصيرش فهمتني وليت لهنا واحد ولا هو قال لك انا اخويا اخر لقطه اخر لقطه اللي صارت اللي اخويا قال لك انا شفت داعش ولا تونس وراه برشا كيف وراه نعطيك من يمينو من برشا معناتها كيف حطوا له يديه في المركز وراه وجاب له ساق قال له باش نجيبوا الوطنيه تصور اللي احنا شادين عندك ساق فيها قنبله حبيت تفجر بها المنطقه خويا مسكين ما عنده حتى شيء قلت لك يقرا يخدم في سنتر دابي حتى شهريه تو موجوده في خزينه الدوله معناتها ما لقينيش حتى شات وفات باش نجيبوا الفلوس ما شهريه مصبوبين خويا قال له خويا حل يدي تنفجرها تو نرتاح ونزل الكل انا ضريت ما عادش نخدم ضريت واحد من الناس ما عادش نجم نخدم انت ما عادش كيما العاده فهمتني خويا الاخر ولا خايف سامحني ضريت نفسيا ولا ما عادش ولا ما عادش حتى في حتى في العياط ما عادش كرياتيفيتي ما عادش كرياتيف ولا شيء انا ساعه في الغناء نتاعي وليت موجه كان الحكايتين كان الحكايه تاع دمغجه واختنا من دمغجه معناتها وليت كونكورونس انا وخويا مع عباره وليت كافر انا عندهم هما اثبت ثبت الكفر على السيد هذا معناتها كيفاش يحارب في الدمغجه نتاعي انا كيفاش يحارب في دونك قال لهم خويا انا باش نرجع لسوريا حلين قال شوف حلين يا الشعام يا سوريا ما عندوش حتى حل اخر عندك خيط كيفاش تطلع لسوريا عندي خيط استنى وانت وينك هذا كل في بالك بيه وقتها مانيش لهنا انا انت ماكش لهنا انا وقت اللي شفت وقت من قبل ما يمشي المشي الاولى وقت قبل ما يمشي عندنا توا كيف روح من المشي الثانيه حتى كي يروح ما نحكيوش مع بعضنا مانيش لهنا انا في سوسه ما تحكيوش مع بعضكم على خاطر المسافه ولا على خاطر ماكمش على فرد موجه ليه ما كلمنيش ليه وليتوا ما عادش على فرد موجه ليه الجمله ليه الجمله الجمله هو ما قال ماهوش ما حاولش يهديك ويكلمك ويقول لك ليه ما يكلمنيش الجمله ما حاولش هو جاك انا ما درتش بيه ما عملتلوش عامله خاطر انا ما كنتش نعمله برشا عمايل معناتها وتمنيت لو كان عملتهم وتمنيت كان امي قالت لي تمنيت كان عملت خاطر انا كنت اول عاوز نحط له 7-8 كيلو زطله نعديه في الحبس قلت لها تمشي تطول عليه في الحبس ونمشي غادي وصلت مره شويه لقصيت له ساق وهو راقد الساق ومقصوصه ويقعد لك لهنا خير ما يمشي غادي معناتها وصلت في انا في مخي سايس خاطر انت حسيت اللي هو راجع معناتها ليه قبل ما يمشي هذا بريود قبل ما يمشي بشويه لا 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 ما الثانيه ليه في باليش فيه باش الثانيه ما في باليش في باليش بيه وحتى كي رجع راني انا سكت معناتها ما فرحت قلت الحمد لله يا ربي تعدد سلامات يا سيرة مخير ولا طلعنا للشعامبي ولا لا معناتها قلت انت في بالك كيف رجع المره الاولى في بالك حكايه وفات غادي والحمد لله انا تعبت ماديا ونفسيا معناتها خويا مش جات باللطف هكا كانت اكسبيريونس خايبه وتعديت ورجع لاباس معناتها رجع لاباس رجع يكور معنا في الحومه كان ولاد حومتنا ما يسلمش عليهم ولا السلام وينك يقعد في القهوه ويقرا ويرجع للفاكولتي ويخدم في سنتر دابيل ويتكلم بالفرنسي بالكدا معناتها قريب مطرز معناتها كان كمل عام وراه مطرز فهمتني دوك رجع جاو به ما طلبتكش امك قالت لك يا مهدي اجري راهو خوك طالع على داعش راهو طالع على سوريا مره اخرى راهو باش يرجع معناتها انت كنت قاعد وسمعت به عاود مشى هكا مره اخرى كيفاش؟ سمعت بعد يجي 20 يوم اللي طلع عاود كلمكم الاول جديد بعد 20 يوم اللي طلع تكلم عاد بعد قال لهم راهو في داعش كاريمون وعمل فرد سيركوي كيفاش؟ عمل نفس السيركوي كالعاده مشى تركيا مره اخرى بالباسبور الباسبور غير مفقود توقف في تركيا خلاه يتعدى في تركيا عدى من تركيا خويا وتعدى مشى من تركيا ودخل لسوريا ودخل لبلاصه اخرى من في سوريا في شيرت مش عارف دير الزور ولا فين وقعد غاديكا وعرس وجاب بنيه ما كيمات كيمات مرته حبله معناتها ما عرس غاديك وبصديق ومعناتها الطفله بعثونا الصديق والمضمون نتاع الطفله من غاديك معناتها جاوا به وكون كونيكتي انترنت وجاوا به
جاوبيه يتسمى بيان سور. اذا كان انت انسان لهنا معناتها هو ما تعرفش عملوا لهم يا سامي. انا نحب نوفر نوصلوا للمعلومه راهم شفتهم هذوما خاطر زاد عمر الادوليسونس راهو كبر زاد ما نقولوش ما عادش يا حسره في العشرين واثنين وعشرين راهو كبر حتى الثلاثين انا فما خمسين سنه ومازال عطاوها اللي ما لقاهوش في تونس معناتها 3000 دولار شهريه سياره كيا 4x4 عندك المنزل وعندك الزوجه تحب تحارس بالاخرى والثانيه والثالثه والرابعه شكون باش يحلم احنا ما هو في تونس الحلم نتاعنا ولا 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 طموح فهمت نورمالمون طموح ولا حلم 3000 دولار شهريه بالحق بيان سور 3000 دولار وكهرباء كيا 4x4 متاكد من الكلام اللي تقول فيه بيان سور ما 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 نعرفش انا خاطر نحكي لك من وسط بتصاوروا راهو سلاحه جنبه قاعد قلت عليه الراجل في امريكا ولا في 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 اوتيل 5 اتوال سلاح ممكن راهو عنده راس في الثريا معلق مارينا هوش ما تجيكش غريبه معناتها عباد تعيش هكاك هذوما عباد يعيشوا ذبح وقتل وهو حلف لامي قال راني انا ذي القتل والذبح نعرفوا بطبيعته ما يعملهاش اما ممكن يعملها شو ماشي غادي ما لاش يضرب كرتوش الذبح نحكيك على الذبح انا مشكلتي في الذبح كرتوش يتصرفوا في بعضهم امورهم انا ملي خرج فسخت عليه لاخويا لا نعرفه فهمتني توا داعش والارهاب وكل مش هذا موضوعنا بالرغم اللي هو موضوع مهم للغايه اما هل ترى مهدي ما قلتش زعما كنت نجم انا منع اخويا قلت ملتوى الذنب علاش انا ما عندك شويه ما عادش نجم نخدم سامحني معناتها كان نسمح لروحي معناتها عندك شويه احساس بالذنب برشا في شويه من انا علاش توا داخل مع جمعيات وداخل حتى وحدي نمشي ونمشي للبلايص اللي فيها اكثر دمغ نمشي سيدي بوزيد ونمشي للقصرين نمشي على حسابي وعلى كيستي نمشي نقعد معاهم حتى في القهوه ونحكي معاهم فين تصور في تونس مشيت في ديارهم من بيت بحذاهم نقعد بحذاهم هما شكون ماشي جبته من وهو ماشي فهمتني جبته وخرجته رجعته انسان اخر رجعته خاطر انا السيد هذا نعرفه كان يغني في الراب فهمتني كان يسجل عندي كنت نسمعه عمره 16 سنه فاش يحكي فهمتني نسمعه فاش يحكي لي هو اللي نقول له بعد يا اخي بوك ما تحكيلوش الحكايات يقول لي تي بابا نحيله في الفلوس باش يجي نصرف خاطر بابا يجي يقول لي هام فلوس وبرا بعدني برا بعدني تو مانيش في مخي علاش تخلي صغير الا ما صيف وقت اللي ما عادش باش تمنع وما عادش نجم تمنع وقت تقول يا ريتني انا ولا حبينا نحن معناتها كان عندنا مخطط سوداسي ولا سباعي وكان اللغه هذيك اللي ما نفهموهاش اللي من اجل احاطه بدرشنيه وما فماش منه جمله ولا عمرهم ما حكوا فيه الموضوع يحكوا فيه كان قدام التلفزه. كبير انا سؤالي كان موجه للمختصين قلت لهم شنو هو الوالدين يلزمهم يعملوا بعد الفاصل باش نعرفوا شنو هو الوالدين ما يلزمهمش يعملوا في فترة المراهقة نعود بعد حين.